في قلب سلسلة جبال زغوان تحتضن تونس واحدة من أجمل قراها وأكثرها أصالة. الزريبة العليا، هذه القرية العريقة التي تستقر على ارتفاع شاهق تشهد على عبقرية الإنسان في التكيف مع الطبيعة وابتكار حياة متجانسة مع محيطه الجبلي الوعر. اسم القرية الزريبة مستوحى من الحظائر التي كانت تستخدم لتربية الأغنام والماعز، والتي شكلت جزءا أساسيا من حياة السكان واقتصادهم. ما يميز الزريبة العليا هو هندستها المعمارية الفريدة. البيوت المبنية من الحجر والطين تأخذ لون الجبل المحيط، مما يجعلها تبدو وكأنها جزء من الطبيعة نفسها. على مدار تاريخها عرفت الزريبة العليا كمنطقة حيوية للحياة الريفية، حيث استثمر سكانها في الأراضي الزراعية الخصبة والعيون الطبيعية التي تسقي الحقول والبساتين. كانت القرية أيضا نقطة تواصل بين المناطق المجاورة، ما ساهم في ازدهارها ثقافيا واجتماعيا. اليوم تحتفظ الزريبة العليا بسحرها الأصيل وتستقبل زوارها كوجهة سياحية مميزة تجمع بين الطبيعة البكري والتراث العريق. التجول في شوارعها المرصوفة بالحجارة هو بمثابة رحلة عبر الزمن، حيث تأخذك رائحة الأعشاب الجبلية وأصوات الرياح إلى أجواء الماضي الهادئة.